مساء الخير، اهلا وسهلا بالجميع لحلقه جديده من يوميات ستار اكاديمي. الليله رح نقوم بجوله على اخر اخبار الطلاب الاكاديميه يلي تسجلت بالساعات الاخيره. البدايه مع صف جديد للمسرح مع بيتي. كمشتك هالمره وانت فايت؟ كمشتني. خلص شفتك بالمرايه. شفتني ما فيك تهرب تعمل حالك مريض وقاعد بالتخت وتعبان ومنغوص، ما هيك؟ لا انا قلت انت نسيم، بحسي مره بتشبيه كفه لازيم الحد. لا انا ما بشبق كفوف، انا بعطي بوسد. بونجوري. بونجور، يا با دو بيزو. ايليا ما كنا نتخانق. الفكره هي التاليه، في واحد منكم بفوت، الشخص يلي بفوت على المسرح ما له حق يحكي ويطلع اي صوت. الشخص الثاني يلي قاعد هون يلي هو نسيم رح يكون هو فكرك، هو صوتك. هلا هو رح يفرض عليك، بده يجرب يفرض عليك اشياء. اذا ما فرض عليك، اذا انت ما فرضت عليه، يعني اللي بده يجرب اعمله هو افصل الصوت. الصوت هو دو جور دو فوا، في شيء اسمه لا فوا انتيريور، يعني الصوت الداخلي بينك وبين حالك، وصوتك. بدي افصل بين الصوت وبين الصوره. اوكي. والصوت لشخص اللي قاعد هون، الصوره لهون. اوكي. يا بتفوت؟ يلا مين بده يفوت؟ انت حيلا، يا انت يا هو والعكس. باي مود بتفوت فيه؟ اي مود انت بدك تختاره من هنيك؟ انت بتختار المود اللي بدك اياه. ونحن هو بده يلبي. واو، هي 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 الورقة، هي هي. يس يس يس، الله شو حلوة. وين وين سيدي؟ يلا يلا اشتغل ورا، يلا يلا افتح. الله كانوا مش مدوزن. لا انا بتزعل ما تضميري نسيت. اي اصبعي. اي 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 اي. لا هلا بمرض لازم نسكر الاي سي. جري. اي 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 شو عم يصير. اي 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 راح الوجع. اي راح الوجع. شو الوجع الغنية ما كانت زبطة. مش زبطة معه. ما معه. طب يلا انت هلا قوم. مروان انت بدك تفرض عليك. بدي اشوف. بدي اشوف. لا بلا بوش عبس بالحركة. يلا اطلعك. ما انت رياضي وشو ناشيق. مو كثير. يلا بس. يلا توب فوت. توب. يلا قبل تتجوق. ساعة ساعة يرحم موتها. يا الله شو في ساعة برا. يا الله دور الشوفاج. اف خي خي شوية موسيقى هلا واعمل ساندويتش. لكريت الدخنة تفتح الشباك شوي. افتح الشباك شوي من ريحة الدخنة. عبقة الدنيا صدوا برد. شو سميرة؟ شو عامل اليوم؟ بحكيكي هبنزل على الجامعة بعد الظهر وبنحكي. يلا بنلتقى بالجامعة بركة. باي. الله على ركوع. الله الله. ايه
بس شو قصدك الموسيقى البيت؟ في حدا عم يدق الباب؟ باب عم يدق؟ ايه؟ آه! هاي جواد فوت 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 يلا فوت كنت معمق ايه فوت يلا شو؟ كيف الأوضاع؟ تمام؟ ماشي الحال؟ يا زلمة كانت أمي حاطة صينية الجاتو بالفرن واحترقت معبق الدنيا ايه؟ ما بقسم ايه كمان؟ جينا شو هالريحة؟ شو هالريحة؟ نسيم افتح نسيم افتح ماما ثانية ماما ثانية 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 نسيم افتح الباب حرقت الشميز يا ماما ثانية يا ماما يا شميز الفرن الفرن يلي بيك هدانا اياه من شهر يا امي يا امي ولك شو عملت بالفرن يا امي جيب يا الله يا امي يا الله بدي كسرك بدي اضربك بدي كسرك يا نسيم بدي كسرك يا والله يا امي لك شو يا جواد ظهر من هون جواد فل عبيتك عمول معرفة جواد فل عبيتك طيب نسيم بشوفك لمين عم بتلفن نسيم لمين عم بتلفن نسيم إذا فكرك تلفن لبيك إذا فكرك تلفن يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما بدخيلك يا ماما بتقتلني يا ماما بتقتلني يا ماما بتقتلني ايه بدي كسرك بدي كسرك تعال يا بابا تعال يا بابا لقطك 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 حاول ايه يا شعرة بيحمل بيحمل بعض بيحمل ثانك يو مان بيتش بطل باي 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 وي سي يو تومورو سي يو تومورو أول بريك مشاهدينا بحلقة الليلة وبنرجع نحن وياكم منتابع حلقة الليلة من يوميات ستار أكاديمي مع حلقة جديدة من البرنامج الإذاعي يلي حمل عنوان هالمرة كلني لقيك لك مع نسيم وطانيوس يلا هاي جايز ليش؟ خلاص ليش؟ يلا كيفكم سوا؟ اليوم معنا شخصية عرفناها في ستار أكاديمي وحبيناها الكلنا وبعضنا وشخصية تاع اليوم مش تعرفوها وحدكم قولوا هاي للشخصية اللي معنا نجواب وراه اكيد عرفتوا انه تخصية تانيوس معنا تانيوس قلوا انا صريق عصده مرحبا تانيوس مرحبا خيي نسيم كيفك صفا ماشي ماشي جاي من هالجورد والعاني معه انت كيف الحمد لله تانيوس بنحب نسألك يعني اكيد الجمهور بده يعرف كتير اشي عنك تانيوس يعني إن شافوا بس قصتك مع الزيتونة وقصتك مع الحبس وال بده الجمهور يعرف أكثر عن تانيوس يعني بدنا نعرف مثلاً أعطينا الاسم الكامل لتانيوس اسم تانيوس بحتفظ أنا بس بقول تانيوس أحب اسم الأشهر عن هيدا وتويتر ما عنديش وإنستا عنديش وفيسبوك ما عنديش إيش عندك ما عنديش اوكي تانيوس الجمهور بده يعرف قد ايه عمرك بتحفز على السؤال ليش كبير هالقد بتحفز على السؤال تانيوس شفنا علاقتك مع حنان يعني ديرون وجودك حنونه حياتي قلبي حشيشه قلبي حنونه حشيشه قلبك حشيشه قلبي حنونه صف عمرك وعمرك حشيشه قلبي حنونه اوكي سو انت بتحبها حرجتني استاذ بتحفظ على السؤال بتحفظ على الجواب لا لا قرب ورا قرب انا بحب الحنونه اوكي الجمهور بده يعرف يعني من تانيوس يعني شو شغلك بالحياه شو كيف بتقضي يومك يعني هالشخصيه اللي دخلت قلبهم من جوا بدهم يعرفوا كيف بتقضي يومك يا خيي اول شيء انا دخلت قلوبهم خيي من عند ربنا بتعرف الكاريزما موجوده اكيد كاريزما موجوده
بعمل سولاريوم تحت الزيتونه، بقعد تحت الزيتونه. البشره اهم شيء، البشره قاعده تحت الزيتونه بتسوى 100 عمليه تجميل بتاعتي. يعني هذا اعتراف خطير من تانيوس انه القعده تحت الزيتونه بتسوى اكثر من عمليه، من 1000 عمليه تجميل. يعني قد ايه حقها يعني عند مصحة تانيوس؟ يعني قد ايه حقها؟ ولا الزيتونه هي جزء مني، بحبها وبتعرفي من مرتني فيها بيي اكيد. و حدا يقرب عليا للزيتونه. ولما اباع جاركم هداك الشخص شو عملت له؟ خيي بديش ارجع فوت بالمتاهات ويرجع يرفع علي الدعاوى ومتخبريه. طلعنا من الحبس يعني بتعرف انت مثل بالشعره، مثل الشعره بالعجينه يعني. بس في اشاعات بتقول انه الزيتونه كانت اصلا بارضه، يعني انت شو قربك عليها؟ يا خيي اجى المساح عمل انه ها بتعرف شو المساح انت؟ اجى المساح قال هالارض له. وهي عقاريا خي الارض ليه؟ والزيتونه بارضه، هلا صارت له. اختلف الموضوع يعني، بس مد ايده عليا فشرت. بتعرف انت بديش فوت، بديش فوت خي حور ربيع راح سلاطه الزلمه واتركه بحاله هلا. بتعرف مرتاح بقبره. الجمهور بده يعرف اذا انت يعني كنت متزوج او لا. متزوج الحنونة؟ ايه حنونة حبيبة قلبي. قبل لا 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 اخص اخص ما كان متزوج. يعني في، لانه بيجينا هون بيسألونا كتير يعني عن اشاعات. اشاعات اشاعات اوكي. يعني تانيوس يعني بدهم يعرفوا انت من اي عيلة وشو كم عيلتك فيها من فرد وهيك اشي. نحن 12 لالله ما شاء الله. ايه نعشتنا بنقعد تحت الزيتونه كلكم نعشتنا. تانيوس يعني بدنا نعرف اسماء اخواتك اذا يعني بتقدر تقلنا، واسماء بيك واسم وامك. يعني بهيج، ربيع، سجيع، مطيع. تنعيدهم. ربيع، بهيج، سجيع، مطيع. هولي اربعه. تنعيدهم. بديع، سجيع، مطيع. سينا واحد. سجيع، مطيع، بديع، بهيج. بهيج اش عارفك تعرف البهيج؟ ما انت سميتهم ثلاث مرات. اش عارفك تعرف البهيج؟ ما انت هلا سميت الخمس مرات قبل ما ت عزيز. وديع. وديع اش عارفك تعرف الوديع كمان؟ وديع ما انت حكيت عنه بالتي في. وديع، زلفة، برنادات. هذه جاي بالغلط. برنادات اخر العنقود. برنادات كتكوتي زغطورة. وشانتال ومبال وبرهوم وسيبيوس. اش عارفك ببرهوم؟ برهوم لا برهوم اشبيت. برهوم اللي بيقدم نشة الطقس على التوفي. ايه وكان معك كمان بالاكاديمية يعني. خلاص خلاص. ايه كلمة الك. كلمة إلي أول شيء بشكر الفانز، بشكر الماما وبابا. ماما شو اسمها قلت لنا عنها؟ ماما تتحفظ على السؤال. تتحفظ على الجواب. والبابا؟ والبابا اسمه مرهج. برهج؟ مرهج. مرهج أوكي. مرهج. 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 وبدي أقول بدي أشكر بلدية الضيعة. إيه؟ وبدي اشكر المحامي اللي طلعني من الحبس. أكيد. وانا موجود معك اليوم بفضله. اكيد. وبدي اشكر اخواتي فردا فردا. وبدي اشكر شو بدك تقول لعائله تاني؟ شو بدك تقول لعائله ربيع؟ بدي اقول لعائله ربيع اني بحبهم ويعتبروني مثل ابنهم. اكيد. واذا روحت لهم ابنهم انا في انا محلي، انا سبير. وان شاء الله يعني اكيد مسامحيني هن يعني. أكيد. بيعرفوا هن انه الزيتونه وبس ابنهم ورش بده يلعب. كان معنا تانيوس اليوم في برنامج كلنا لاقلك. كلنا لاقلك. نتوقف مشاهدينا مع تاني بريك بحلقة الليلة ومنرجع نحن وياكم. منتابع أخبار الطلاب يلي بيتفاعلوا مع بعض بأساليب مختلفة.
مرة بالإطراءات ومرة بالانتقادات. هيك صار مع مروان وحنان. يلا نسأل بعض أسئلة. يلا نسأل بعض أسئلة من الكتاب ده. يلا. حنان شو عبالك تسأليني؟ ماشي. هل أنت حلوة بنظري؟ ما بتزعل. ملكة جمال أنت، ملكة جمال بنظري. ما بتزعل حبيبة. بس ملكة جمال الأكاديمي هون بس، زيادة. عن جد وحياة الله، عن جد وحياة الله بزعل منك. بين ثلاث أربع أشخاص، وكي حنان وكي حياتي ما جمالك هون محدود هالقد هيك. بزعل منك، والله العظيم. إنه من الصبح وأنا ساكتة وهيك وعم. عم بتضحك بسبور معك، آخر شيء بهفك كف بهر أسنانك. عم بمزح معك. ولا كلمة. أوكي. ايه من هو وصفات فتى احلامك؟ ايه وصفات فتى احلامك يكون لبناني. اسمه ببلش اسمه ببلش بحرف الر. روحي سلطه، روحي مجدوبه. خير من ايه مجدوب. خاصة انت، خاصة يا حنان. شو بها؟ يلا يا حنان قولي وصفات فتى احلامك. بيكون لبناني اسمه بيبدا بحرف الراء. اوكي، وانت وصفات احلامك مين يا بتحبه؟ لا مروان، انا بمزح على فكره، بمزح. ما تمزحي؟ تمزحي؟ انه لا مش بمزح. اوكي بتمزحي. اوكي يعني الموضوع مش حقيقي. اوكي. اوكي لكيف. حلو كثير حنان. حنان انا اللي عندك اربع مواصفات. نيقة. بتحي سلطة. نكدة. وانت قد ما بتحكي عن حالك انك حلوة كذا، انا بلاقيك عادي. هو اربع مواصفات. ميرسي. انه كجمال كثير عادي. اوكي. وصلت. كثير رايح. والله في روح معك. شوف شوف فيك. يلا. يلا قومي. ما في قوم، سوري ما في قوم. والله ما راح قوم. شايمة. بتقومي حنان ولا بتقومي؟ ولا ماما انا ما لا يا قلبي عندي بيت. حنان بتقوم ولا بتقومي؟ حنان شو تقيلة يا اخي زلعان. بتقوم ولا بتقومي؟ يلا بعد عني، يلا قلب. شو قلتي؟ هلا قويتي فجأة؟ بتقولي ولا بتقومي؟ بتقومي ولا بتقومي؟ قولي باردون. قولي باردون. قولي باردون. عشو باردون؟ ما راح اقول. ما راح اقول. قولي باردون. ما راح اقول. قولي باردون. قولي باردون. قولي باردون. حنان؟ شو ما بدك اليوم راح اذا وقعت لك يا لك يا شو سائلة؟ اذا وقعت على راسي. حنان. قولي باردون. لا. قولي باردون. لا حنان. لا قولي باردون. حاجة حنان بزبط شعرها وهي نايمة. لا قولي ما إذا ماتت ما بتموت حلوة. لا 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 قولي باردون. قولي باردون. مروان بليز لا. قولي باردون. بدك تقلبي على الأرض حنان. وحياة الله هلا بفرجي. لا مروان مروان قولي حنان. ما راح اقول. انا ممكن امسك رجلك يا حنان. انا ما راح اقول باردون. ها اوكي. طب شو بدك فيه؟ نزلني انا اليوم بدي اروح على الاوبيتال. ما عندي مشكله. لوبيتال هيك راسها هيك راسها. لا لا باردون مروان. اوف لحظه بس لحظه. مروان مروان برضه مروان. مثل الشاطرة مثل الشاطرة وما أحلاكي. شو قلتي؟ شو قلتي يا شاطرة؟ شو قلتي يا شاطرة؟ مثل كل أسبوع وصلت دليفري كلاسيك برجر للطلاب يلي اجتمعوا وأكلوا مع بعضهم. ما في كلاسيك اليوم. توماتوماتيك. ليه ما عم تفهمه؟ لا والله. واو كلاسيك برجر. ثانك يو كلاسيك برجر. مرة بس رح ياكل منا هيدا كلاسيك برجر. رفايل باي كلاسيك برجر. واو كلاسيك. يلا كلاسيك برجر يا جماعة. خلص
كده؟ ميرسي كلاسيك برجر، ثانك يو. ميرسي كلاسيك برجر. برجر ايه؟ ثانك يو كلاسيك برجر. حضرتك جيب الصحن. مشكلة عايزة ايه؟ أنا أكلت الباستا اللي أنت كنت عاملها. باستا؟ مين اللي كان عاملها؟ بس عليا وراح تشوف شو راح يصير. اكبس 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 اقعد اكبس عليا. أنا بدي كيتشن. نجيب كلاسيك برجر. نجيب كلاسيك برجر. كلاسيك برجر. وي لاف يو. كلاسيك برجر. مين اللي مصح مين؟ اسمها برجر برجر. كلاسيك برجر حبيبي. ايوه اسمها برجر. يعني همبرجر از اونلي تو. ذاتس اول وي دو. ما بيتش بتقول؟ I'm working on my career. I love you. I love you. I love you. What did you think? And I'll be back. I'm done. Me too. I'm working on my charisma. آخر بريك مشاهدينا بحلقتنا ومنتابع نحن وياكم، خليكن معنا. عودة لمتابعة حلقة الليلة من يوميات الطلاب. قبل البرايم كان نسيم متوتر وكان لازم يسمع صوت والدته حتى يطمن على مجريات التصويت. ألو هيا وينك لباس؟ الحمد لله. وينك؟ احنا تو تعرف وين؟ في الافينيو عاملين حملة تصويت كبيرة والعالم العربي صوت لك والناس الكل هزة بيك راقة ويقولوا لك حاجة برك يا نسيم في غنية ما اخترت الغنية دي ولو انا مش مقتنعين بيه والناس الكل انا حل فمك لماكسيموم وحس بإحساس غنيها بإحساس عايش لي ولدي وابراهيم معانا وكلنا كنا في تونس عاملين جو حط فمك بتمنى نحس لك تسمع فيها قام إبراهيم فيها فيه لا 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 يا ربي تشبيهك عطش الخط كان امي كنت بكلمها يعني حددت الخط لابن عمي صوت عطش الخط ولا حصل فيه كنت عايزه احكي معها حكيت 30 دقيقه بس وقطش الخط طب هي هترجع هترجع تحكيها ايه ده نسيم ايه ده نسيم في ايه ايه ده نسيم ايه ده نسيم نسيم هترجع تكلم مامتك تاني طب في عندك ايه مامتك؟ ما قالتليش حاجه قالت لي يعني عاملين حملة تصويت كبيره برشا في تونس لكن يعني هي عدت لي ابن عمي والقطش دخل طب عشان ابن عمك بس مش مكتوب ايه؟ اهدى يا نسيم خلاص اهدى نسيم الو يا اخويا وين يا ما تاخذ يا اخي ما تعرفش القوانين ما تعرفش تعدي ابراهيم علي نعرف نعرف هو يحب مسكين توحشك قال لي حتى انا توحشت برشا مش مشكلة افهمني حل فمك مليح لو ماكسيموم في الغنية
وحسها بالقديس كيف تغني فيه اعطي احساسه في الكل هذه الرمارك بتاع الشعب العربي الكل والناس واقفين معاك ودعم كبير من صابر الربيع يعطيه تحيه ومن لطيفه العرفي ومن الفنانين التوانسه الكل توقف قدام الكاميرا وتعطي تحيه للناس الكل اللي شجعوك والتوانسه والليبيا وموريتانيا زيدا السودان عمان اليمن كلهم هذوما واقفين يشجعوا فيك يا نسيم. الو ليش زعلان؟ رو كفي خبرني. امي انا كنت اول ما حكيت مع امي وعد يعني ما بعرف نسيت شو عملت يعني مرقت لي ابن عمي وامي ابن عمي مش مكتوب بالورقه عارف؟ هذا شو الخط؟ هذا شو الخط؟ مشان هيك بس كنت بس قالت لي يعني ما يعني حملت تصويت كبيره ومبسوطه هي؟ ايه كثير؟ والله كثير. شو بدك اكثر من هيك؟ قالت لي المغرب تونس ليبيا الجزائر عمان السعوديه قطر قالت لي حتى يعني من كندا فرنسا قالت لي قاعدين يصوتوا يعني من كل انحاء العالم. بغيتي تهدر؟ بغيتي تهدر ما هدرتيش بزاف؟ ايه حبيب ازعلت لما تقطعش الخط بس ايه خلص ما لا في وقت لا للبكي ولا للزعل ولا للدبرسه ولا لشيء. رافائيل ومحمد عباس الفوا نشيد خاص للاكاديميه اختصروا فيه مراحل عديده عاشوها بالبرنامج. هنألف نشيد الأكاديمي. بالأكاديمية عشنا بالأكاديمية عشنا بالأكاديمية عشنا جينا من كل البلدان وتجمعنا بلبنان مصر وتونس وعراق تحية كبيرة للعربان جينا من كل البلدان وتجمعنا بلبنان مصر وتونس وعراق مصر وتونس مصر وتونس مغرب يا زين بحرين اترك بحرين لاخر شيء بحرين اترك لاخر شيء جينا من كل البلدان وتجمعنا بلبنان بلبنان وبعدين بحرين ولا لبنان بحرين جينا من كل البلدان وتجمعنا بلبنان حبي كبير جمعتنا وحسينا بالأمان مغرب تونس بحرين جزائر السعودية سوريا مصر لبنان Ha ha ha!
لا هذه لا بلا لا بلا لا بلا طيب الليلة. أنا بودعكم مشاهدينا وبلاقيكم بكرة بحلقة جديدة مع أخبار جديدة. كونوا على الموعد. باي باي. Bam 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 b